السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. إن شاء الله نقدم لكم واحد الكيك غولي كيجي هشيش أكثر من رائع. بسم الله، غنحتاج 4 البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، وهنايا كيس ديال الفاني، غنديرو 5 المعالق ديال سنيدة، وغنطلعو مزيان الطراب، تحصلو على خليط بحال هاد الشكل، وبحال كريمة ومهوي مزيان. ندير دابا 5 المعالق ديال الزيت، غنعاود نطرب بالحق غير شويه كما شفتو، غير باش يتخلط لينا داك الزيت مع الخليط. صافي، هنا غندير 5 المعالق ديال الطحين، صافي، ونص خمارة. صافي، نبقى نخلط هكا تنسجم لينا كاع داك الطحين. هاد الشكل غير شويه باش ما نخرجوش الهواء اللي دخلنا. دابا غناخد لاطا، ندير فيها الخليط ديالي، صافي، ندخلوها للفران. عندنا 10 دقائق حتى 12 دقيقة. انا هنايا راه غفلت عليها، فاتلي فيها الطياب شوية، خليتها 1/4 ساعة. هي راه واخا تبان ليك هكا باقي ما طابتش مزيان، هانتوما بعد ما خرجتها غنحاول نحيد شوية داك الجناب هكا باش ملي نبغي نلويها ما تجيني صعيبه. بالنسبه اللي ما يعرفش، غادي يقلبها في فرق طبخ اخر وغادي يحيدها عادي يلويها، ولكن خصها تكون باقه سخونه باش ترولا معانا، الا مشات تبردات كتولي تهرس. صافي، غندهنها بالكونفيتير، الشكل صافي، غادي نجي ندورها. هي بالخاطر كتكون هشيشة بزاف. شفتي كما قلت لكم انا فوت فاشي شويه الطياب. ندير لها تجميل حيت نورمالمون هذاك تيبقى بحال كيما في البدايه، في الاول ديال الكيك لا طيبتيها في القياس تيبقى لاصق في هذا، تيبقى لاصق في ورق الطبخ. صافي، كتجيب هذا الشكل، ندهنها بالكونفيتور، ورش عليها اللوز المحمر، وهذا هو الشكل ديالها. كتجي هشيشة بزاف وزوينة،
جربتوها؟ أتمنى أنها تعجبكم. هانتوما كتجي هكا، كتجي هشيشة بزاف وإسفنجية. غير زعمو جربوها، غتنجح معاكم 100%. شفتوها كيفاش رطبة مع بالرغم من أني دوزت لها الطياب. وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.